فين الميه؟ دار المكتوب عندك بقى ما تربش. هو يعني كان لازم تحصل اللخبطه دي؟ لخبطت ايه يا عم ابراهيم؟ علشان بخت ابراهيم ابو علوان تنخلف المي ويجي دورنك قبل دورنك على السوانم وانا لسه ما جهزتش الارض؟ طب ما تلحق تجهز. الحق ازاي؟ يعني اضرب الارض تطلع بطيخ؟ ما تجيب يا ابني كوبايه الشاي. حالا يا عم الشيخ ابراهيم. حالا ايه؟ يعني سنه قبل ما تجيب لي كوبايه الشاي؟ عينيا الاثنين يا عم الشيخ ابراهيم، الشاي المطلوب عندك. يا عم ابراهيم، مسامر ابن اختك شيء البلد. هو فين؟ في داره، ده جاي شكله متغير قوي. جد البلد؟ ما فاتش عليا ليه؟ مش لازم كان يجيني اول ما وصل؟ يمكن راح الدار ولا الجد. طب روح قول له خالك عاوزك ضروري، يفوت عليا حده شجره الصنط اللي في الجرن، فاهم؟ حاضر. خلي لك بقى كوبايه الشاي سجي فيه. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا مخيمة. الله يسلمك يا خال. يعني زي ما روحت زي ما جيت. وانا اعمل ايه؟ ما امكنش، ما جاتليش فرصة. 10 سنين ما تجيلكش فرصة، 10 سنين سجن تاخدهم بخطرك عشان تروح ورا احمد ابو سمبل تاخد لنا الطرن وتيجي تقول ما جاتليش فرصة. ما هم ال10 سنين دول يا خال ما جربناش من بعض 10 مرات، كانوا دايما مبعديننا عن بعض. ليه؟ عشان ايه؟ اصل الواد ابن ابو الدهب قال لهم ان خالي جم احمد ابو سمبل عرف انت رايح ليه، مش كده؟ ايوه. والمره اللي كنت حاطوله فيه لحق هو وخبطني بحجر فتح نافوخي، قاموا زودوا عليه مده السجن. يا خيبه املنا فيه، قعدنا نكبر فيك لما بقيت راجل وقلنا انت اللي هترد لنا قيمتنا وشرفنا في البلد. مش بيدي يا خال. على كل حال اهو طالع اليومين دول قريب. انخفي من قدامي، روح ما تورينيش وشك، لا انت من دمي ولا اعرفك يا خال. انخفي من قدامي، الندل اللي زيك لا يبقى مني ولا لي منه، وعمره ما يبقى ابدا جزء بنتي. انخفي ما اشوفكش بعد النهارده. اهو ديه الجرار الامريكاني وتمنه معقول يا حسن، وتكاليفه بسيطه قوي. كده؟ ايوه. وما فيش الا الحته اللي هم فيها دي يخلصوها وابعتوا لك بكره بعون الله. ايوه والله، علشان يتعفنا قبل الميه ما تيجي. السلام عليكم يا حضره العمده. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا شيخ ابراهيم ابو علوان. اهلا بك. مرحبا. بقى انا جاي لك في حكايه، بس اياك ما تكسفناش. خير ان شاء الله. بقى انت عارف ان دور الميه جه بدر انه باجي. ايوه. والحته الارض اللي عندي لسه ما جهزتش للزراعه، وبالعربي كده ما يسعفناش غير الجرار ااجره يومين. ايوه، لكن حسن. لا لا لا، انا متنازل يا عم الشيخ ابراهيم، انا لسه قدامي واسع. الله يعمر بيتك، والله دي مروقه منك. ده حسن ابن الحاج مجاهد ابو عبد الرحمن من نجع السوالم. كده؟ الله يرحم والدك. ونعم يا سيدي ونعم، تبقى مش غريب عليه المروءه والشهامه. الله يحفظك. بسيطه قوي. انت ازاي؟ عمل لك خاطر يا شيخ ابراهيم واكرمك. الله يكرمك ويكرمك يا حضره العمده. والله يا سي حسن اللي تعمل لي خاطر وتيجي تشرفني. عيش. جاي تاخد ضيفي مني ولا؟ انتوا الاثنين يا حضره العمده تشرفوني، ولا انا مش قد المقام؟ ازاي بقى؟ طب والله العظيم الا الغدا عندي. معلش خليها يوم. انا حلفت ولا يمكنش يميني يقع الارض. يلا بينا. يلا بينا. يا حضره العمده، يا حضره العمده. فيها يا عبد موجود. حضره ضابط النقطه دي ومستنظر حضرتك في الماضيه. اها.
طب والله تسامحني انا بقى يا شيخ ابراهيم، وخليك انت معاه يا حسن، وابقى حصلني على المضيافه. وهو كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حضرتك. بس انا ليا راضي. ده انت تؤمر. خليها كده من غير تكليف وقعده عرب ونقعد في الغير. زي بعض. امر اتفضل. يلا بينا. يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا عم الشيخ ابراهيم. يا واد يا ابو الغيث، يا واد يا ابو الغيث. نعم يا ابو ابراهيم. جاري على الدار، قول لهم ان ابويا ابراهيم معاه واحد ضيف من نجع السوالف، سي حسن ابن ابوك الحاج مجاهد ابو عبد الرحمن، فاهم؟ ايوه فاهم. قول لهم يجيبوا لنا غدا جواد. حاضر يا ابو ابراهيم. هي جليلة غابت كده ليه يا فاطمة؟ كانت بتقول إن الجلابية مش عاجباها وبدها تروح لعزيزة تفكها وتصلحها. هي عزيزة مالها اليومين دول؟ راسها اتلخبطت كده ليه؟ أنا عارفة، يمكن الشغل كتر عليها. يا خالت أم فاطمة، يا خالت أم فاطمة. يا والد، أبويا الحاج إبراهيم عنده واحد طفل. منين يا أبو الغيث؟ من نجع سوالف. واسمه؟ يا ولا قول انت. ايوه ماني هقول اهو. اسمه يا واد ابوك ابراهيم مش قال لك مين الواحد دي؟ ايوه قال لي، انا هقول اهو. اسمه طب ما تقول انت يا ولد. ايوه استني عليا، ما تلخبطونيش امال. ينكب مخك يا ابو الغيث. يا واد افتكر. ايوه هفتكر اهو. ابويا الحاج ابراهيم قال لي اللهم صل على النبي ان معاه واحد طيب. اسمه حسن ابن ابويا مجاهد ابو عبد الرحمن من نجع السواد. من ماني قلت بقى يا ام فاطمه. اسمه حسن يا والي. مظبوط، حسن ابن ابويا مجاهد ابو عبد الرحمن من نجع السواد، وبيقول انهم عايزين عاوزين غادي. مظبوط. طب ما تقول كده. يا ماني قلت كده يا ام فاطمه. يا طيبه تنشفت ريتني. طب تعال، وهم قاعدين فين؟ تحت العريشه في الغيط. ام اروح عند اهل جليله. طب ما تعوجيش يا فاطمه. مش هعوج يا امي.